في المية من الدور الأول رفعنا العائلات للدور الرابع. فهنا تمت إيش؟ نبحثوا كل مرة نلقى فيش في عمارة طايحة. دارنا أغرقت بالكامل. في 10 دقائق كانت المدينة غارقة. خمسة ونص ضوت الدنيا، نزل حمزة ومالك بحثوا لنا الطريق، قالوا راح تنزلوا مع الدور الثاني وعلى شارع البحر ما عادش تطلعوا على الوادي. فنزلنا وطلعنا لقينا أمة لا إله إلا الله، الناس ميتة قاعدة في الشوارع والسيارات متكسرات والحيشان كلها منتهيات. تو نحن هنا في الطابق الرابع في الدور الرابع، هذه شقتي شقة عبد السلام النويسري في الدور الرابع. لمية وصلت المتر وين هنا؟ على مستويين. هنا ايش درنا؟ نحن خذينا العائلات ورفعناهم وين؟ رفعناهم البير السلم ورقيناهم على السطاح. قعدت حوالي نص ساعة يبرم وين؟ يبرم في الشقة، يطلع في الحاجات، يبرم. بعد نص ساعة بحثت له بالشاحنة، تم ينزل مع الدروج. قلت له يا حاج عبد الله، قلت له لا راه المية بدأت تنزل. قال لي بيه الحمد لله. انزلت في خلال ربع ساعة كانت في الدور الأول. بعد 3-4 ساعات قلت له نسيبي، قلت له يا خميس هيا نبحثوا شن صار في الجيران وفي الحشان. فجينا والله كانت الصدمة كبيرة، بسم الله كانت يعني الصدمة. لقيت حشان جيراني كلها طايحة وما فيش، حاولنا نبحثوا هنا قدر الله وما شاء فعل، وهذه مصيبة كبيرة.